فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول إحدى قريباتي اسمها آية، فهل يجب تغيير هذا الاسم وهل يعد يعني آية كونية؟ ما هي آية قرآنية، آية كونية. والآيات على قسمين، آيات كونية وآيات قرآنية، فلعله يقصد أنها آية يعني أنها مخلوقات الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول أنا أمشي في حياتي على هوايا وعلى الشرع؟ لن تنوا من الشيعة يقولون الآيات، أئمتهم يسمونهم آيات، آية الله العظمى. نعم.